بمعي فيلم اليوم ضيفتنا اختارت مشاهدينا موضوع أو حادث صارت معنا بالماضي منقول عنها تنذكر وما تنعاد، تنذكر لأنه ضروري نتذكرها لأنه بتجسد مرحلة كتير مهمة بتاريخنا، وما تنعاد لأنه سببت خسائر بشرية وإنسانية كتيرة. عم نحكي عن مجزرة قانا وهي بنت قانا. برحب بنور وحيد، أهلا وسهلا فيكي نور. حضرتك خريجة جامعة الألبا، وعم نحكي عن فيلم تخرج لإلك اللي بعنوان Shelters of Grapes of Wrath أو هنغار عن نقيض الغضب. ومين منا ما بيتذكر مجزرة قانا اللي صارت عام 1996 وتحديداً بأذار من هالسنة. ليش اخترتي هالموضوع لهالفيلم؟ اخترت الموضوع لأنه بتذكر أنه لما كان عمري 3 سنين تقريباً أو 4 سنين بتذكر المشاهد تبع مجزرة قانا تبع 1996 مثل ما انعرضت على التي في، يعني شوف بس مشاهد ناس ميتة أشلاء وهول. فأنا اخترت أنه هالسنة بدي أطلع، ومش بس بدي أنطر التلفزيون حتى يطلع لعندهم يفرجوني قصصهم، لأنه التلفزيون ما بيهمهم غير السكوب اللي بيصير. نعم. فمنطلع منشوف نحن بس وقت الحادثة، بس ما بنرجع منسأل عن العالم وين توقف فيهم الزمن. فاخترت أنه أنا أرجع أتعرف على هول العالم، أرجع أحكيهم، أرجع أشوف كيف عايشين، كيف بيأكلوا، كيف بيناموا، بعضهم على الصدمة بيتذكروا شيء من الحادثة، بيشوفوا كوابيس من الحادثة. فقلت أنه بدي أتعرف عليهم أكتر وشوف شو صار معهم من بعده. هلأ بالنهاية نور أنت عم تطلعي على ضيعتك، أنت بنت قانا، وحسب ما فهمت منك أنت كنت موجودة نهار المجزرة وكنت نازلة أنت وأهلك. يمكن في فرق وقت كثير قصير، 10 دقائق أو ربع ساعة، وبتتذكري أنت نازلة ما تشوفي إلا أعلام بيضة. مزبوط. كنا نحط أعلام بيضة على السيارات، بتذكر يعني هذا المشهد تبع العالم الأبيض، انه كرمال اسرائيل ما تقصف السيارات لنفرجيهم نحن مدنيه. فبتذكر هيدا المشهد بس من هيدا النهار، ما بتذكر شيء ثاني. وكبرت على هول المناظر، لانه مثلا طريق، صوت سيارات، صوت الامبولانس، واكيد مني شفناه بالاعلام من مشاهد وصور. مزبوط. مروعه. هون حبيت انت تعملي نوع من رحله استكشاف اذا بدك. مزبوط. كيف مرق الزمن على هالناس؟ هل مرق الزمن وقدروا يتخطوا هالصدمه الكبيره اللي كانت صدمه مش بس لانه للعالم العربي كله؟ كيف بدأ مشوارك على قانا؟ بلشت روح أتعرف شوي شوي على العالم يلي بيعرفوا عالم مثلاً فاقدين شيء من جسمهم، أو مثلاً في حدا تعرفت عليه اكتشفت أنه شوي منا طبيعية، بأنه عمرها تقريباً هي 40 سنة، كان عمرها تقريباً 20 سنة وقتها انحطت بالبراد. نعم. وكانوا مفكرين أنها ميتة، وطلعت بعد يومين عم بيطلعوا. نعم. بدون يدفنوها، طلع أنه بعد فيها نبض. يعني قضيت يومين على قيد الحياة بالبراد. جربت انه حسيت انه لازم اتعرف على هيدا، انه على هيدا الانسان لحتى اشوف انه وين وقف فيها الوقت، شو بتتذكر من قبل الحادثه وشو بتتذكر من بعد الحادثه. حسيت انه مثل كانه ما بتتذكر شيء صار معها قبل، بس مثل كانه وقف فيها الزمن هون وخلص، انه عم تاكل بتشرب كل شيء، بس انه في شيء وقف فيها بالوقت. بدي احكي عن الاشخاص اللي اخترت انه تحكيهم وهن يرونا بلسانهم هالتجربه الاليمه كيف مرت عليهم، ولكن قبل بدنا نتعرف بالصوره نحن والمشاهدين على هالفيلم. عملوا هيك عم بتطلع بالعالم، يعني شو عم يصير، يعني ما استوعبت للقصه بالاول. لو وقفوا طيارتين، وقفنا احنا هون شفنا الطيارات قدامنا، يعني اثنين اباتشي وقفوا وبلشوا يرموا بهالصواريخ. شوي اللي صار اكثر شغلي اللي هو يعني بيأسف على الوه، بس ما كان طالع بإيدهم يعملوا شكوى. والطوارئ صار يقيموا أشلاء الشهداء ويزتوها بالنار. سألتهم، أني قلت لهم إنه لا هالشي، يعني قالوا أحسن ما تطلع الريحة وصير في مرضى بالبلد. يعني Get this camera away, please. Get up! Oh, مش وقتنا. مش وقتنا. كلنا بالهواء سوا. كلنا بالهواء سوا. وصارت الكلاب تاكل لحم بني آدم. صاروا قوات طوارئ يقوسوهم. Thank you.
was 18th April 1996. And then we were told to go to the nearest UN shelter to take shelter, because the bombing is gonna come. Eh? So we drove straight to Kana. نور بالفعل تنذكر وما تنعاد هالفاجعة إذا بدك تركت جرح كبير مش بس عند أهل قانا عند كل اللبنانيين وواضح من الأشخاص اللي حكيتي معهم وكأنه الزمن ما مر عليهم كيف لقيتي هالأشخاص هني وعم بيحكوا قصتهم؟ هلا اللبنانية معقول إنه خلص ما ننصدم إنه هن بعدهم معلقين بهيدي الحادثة بيتذكروا، بس أكتر شيء صدمني هو الشخص اللي شفناه بالآخر عم بيحكي. هو اللي من بلد فيجي، هو بعده بلبنان من وقت الحادثة، خبرني قصص كتير مثل إنه انصدم من وقتها، يعني هلا إذا بشوف حدا من أصحابه ماشي بالطريق من اليون ما بيقرب بيسلم عليهم لأنه بيصير يبكي دغري بيتذكر الحادثة، بيعمل حاله ما شايفهم بيتخبى دغري، بيقول لي ما بياكل لحمة، ما بياكل شيء من وقت الحادثة ما بياكل لحمة لأنه بعده مصدوم من وقتها. خبرني كمان انه مثلا اذا كان ماشي بالسياره وفجاه حدا بيعكس عليه دغري مثل كانه بينصدم وبيوقف بالسياره هيك فجاه، لان خلص بينصدم بعده على الصدمه اي شيء بينقزه اي شيء معقول. يعني بتحسي هالاشخاص اللي التقيت فيهم عندهم نوع من الاضطراب النفسي مزبوط. ما قدروا يتخطوه من وقت هالفجعه حتى ايه مزبوط. حتى هو قال لي انه بعده اليون عم بيعطون حكمه نفسيه حتى يعالجون كل الوقت، فشو الحال تبع اللبنانيه اللي من وقتها يعني كل الوقت هيك وما حدا يمكن بيسأل عن الموضوع أو شيء. يعني مش بس عم بحكي عن أنا، عم بحكي عن أنا بال 1996 بس نعم. فينا نحكي عن طرابلس هلأ من يومين مثلا، مثل قصص بتنعاد نفس نعم. المسج نفس الموضوع نفس الإيفنت، بس فينا نرجع 20 سنة كمان أكتر لورا والأشخاص وكأنه كمان قدروا يتخطوا هالمرحلة. ايه مزبوط. أنه في كتير ناس يعني ما يعني اوكي الواحد بيعيش وكل شيء هيك، بس انه في قصص بالحياه بتضلها مؤثره عليه، يعني قد ما يعيش الواحد بيضل انه عم بيفكر فيها. نور بدي اتوقف عند الشاب اللي ابتدى المشهد معه، شاب منه كبير، يعني اذا بدي ارجع 18 سنه لورا لوقت المجزره يمكن كان طفل صغير ولكن عم بيروي القصه وكانه صارت هلا عن جديد. مزبوط. يعني ما قدر يكمل الكلام، غص سكت لأن قاعد عم بيفكر بنفس الوقت مثل كأنه عم بيرجع بيعيشها نفس الشيء. يعني مثل ما قلت لك مثل وقف مع الوقت، هلا بعدهم بيتأثروا العالم نفس الشيء إذا بدهم يحكوا فيه. يعني هو ثاقبت إنه ما صار يمكن معه شيء، كان هو عم بيشيل الأشلاء بس هو جسديا ما صار شيء. كيف الشخص يلي فاقد إيده أو فاقد إجره بحس إنه بعده موجودة إيده بس منه موجودة هي فعلا؟ التقيتي بأشخاص من هالنوع، أشخاص خسروا؟ مزبوط. في ناس كتير في حدا مثلا تعرفت عليه خسرت إيده وإجره اكتشفت إنه هي خسرتهم بس وعيت، ما كانت فكرة إنه بعدهم، يعني حاسة إنه بعدهم موجودين، الإجر بعدها موجودة والإيد بعدها موجودة بس كانت بس عم تتطلع أو مجرب تحركها ما في إيد ما في إجر. فهيدا الشيء كمان بعتبر إنه يمكن خسروه بس هيدا إحساس بيضلون عنده إنه حيضلون عم بيفكروا إنه عم بيجربوا يحركوا إيدهم يحركوا شيء بجسمهم وما عم بيقدروا يحركوه، بحسوا إنه موجود بس ما إنه موجود. أدي حسيتي نور إنه هالناس كانوا عم بيتجاوبوا معك؟ أدي حسيتي إنه مستعدين إنه يرجعوا يفتحوا هالجرح ويحكوا عن هالتجربة الأليمة؟ في ناس كتير ما قبلت تحكي، في ناس أبدا يعني ما جربت، يقولوا لنا إنه خلص لشو بدنا نرجع نعيد لشو هيك. في ناس بالعكس حسيتها ارتاحت وقتها ترجع تحكي عن هيدا الحدث اللي صار، إنه مثل كأنه عندهم بعد حكي بدهم يحكوه، ولأنه العالم ما رجعت سألت عنهم، ما رجعوا العالم طلعوا حكيون، ما رجع ولا تلفزيون طلع تعرف عليهم، حسوا أنه لازم أنه لازم نحكي هلأ الفرصة أنه نحكي. بدي أتعرف أنت شعورك الخاص كيف كان وشو اللي اكتشفتيه من وراء هالتجربة، ولكن قبل بدنا نشوف مشهد آخر من هالفيلم.
نور عنا نقل مباشر فرح نضطر ننهي حديثنا هلأ، بتأمل نستقبلك بحلقة مقبلة تنكمل هالمشهد ونكمل حديثنا عن فيلمك The Shelters of Grapes of Wrath. أهلا وسهلا فيكي. Thank you.